مشاهدينا اهلا وسهلا بيكم وحلقه جديده النهارده وبرنامج شخصيات كتابيه. طبعا في البدايه اسمحوا لي ارحب بضيوفنا. ارحب بقدس ابونا الحبيب الاب رويس الاورشليمي راعي الطائفه القبطيه الارثوذكسيه بلبنان. اهلا بقدسك يا ابونا. اهلا بيكم وبالاخوه المشاهدين، الله يخليكم. ارحب كمان مشاهدينا بضيفنا الدكتور جوزيف سعد استاذ علم اللاهوت الكرازي بالكليه الالكتريكيه بالكنيسه القبطيه الارثوذكسيه. اهلا بيك يا دكتور، منورنا. اهلا وسهلا بحضرتك، ده نور، نورك ونور قدس ابونا. شكرا. اهلا بيكم ضيوفنا. مشاهدينا، ما زلنا بنتامل معاكم في شخصيه الرجل المحبوب المكروه الصبور المظلوم المتوج. وهو في بيت فوتيفار تعرض لتجربه مريره جدا، وكان في السجن ودخل ظلما وسط الأشرار، لكن الرب كان مع هذا البار، ومعية الرب حولت له الليل نهار. وبثقته في الرب وقف أمام فرعون بكل قوة وكل ثقة لكي يعلن مجده وحبه لله الذي يعبده. مشاهدينا، توقفنا في الحلقة اللي فاتت عند حلم فرعون اللي حلمه، وما حدش قدر يفصله. الرب أسكت أفواه المنجمين والمفسرين الأحلام، ما حدش قدر يفسر الحلم لفرعون. وبعد كده افتكر الساقي الملك إن كان في حد معاه في السجن وفصله الحلم قبل كده وكلم الملك عليه، والملك أمر إن هو يخرج من السجن ويجي ويحكي ويحاول يفسر الحلم لفرعون. طبعا زي ما شفنا في الحلقة اللي فاتت إن هو خلع التوب بتاع السجن وحلق ووضب نفسه، وشفنا تأملات جميلة جدا جدا مع ضيوفنا الحلقة اللي فاتت عن الأمور كلها اللي حصلت قبل ما يقابل فرعون. النهاردة هنشوف بنعمة ربنا مع قدس أبونا وقوف بقى يوسف، وإزاي بيتكلم قدام فرعون، وإزاي الله بيعطيه نعمة ويعطيه كلام. الحلم اللي كان حلمه فرعون ده كان لخير لمصر ولي كل البلاد اللي حواليها، ان في مجاعه جايه والبقرات اللي كانت سمينه وبعدين بقرات نحيفه وهزيله وضعيفه، وازاي البقرات النحيفه دي اكلت البقرات السمينه، ونفس الحلم حلمه تاني السنابل القويه الحلوه الجميله وبعدها سنابل تانيه ضعيفه. والحلم ده كان بيأكد، ربنا بيأكد لفرعون ان ربنا بيعجل بالامر ده. هنعرف من قدس ابونا النهارده تفسير الحلم ده وازاي اتصرف فرعون والكلام اللي قاله له يوسف. قدس ابونا، عايزين نعرف من قدسك ازاي يوسف فسر الحلم ده وازاي فرعون اتصرف في الموضوع. بسم الله والابن والروح القدس اله واحد، امين. في اصحاح 41 عدد 25 لما وقف يوسف قدام فرعون تمام، فقال يوسف لفرعون حلم فرعون واحد. يعني الحلمين هم لهم معنى واحد تمام. ويوسف كان يستمد التفسير من ربنا تمام. عشان كده ما قالش لفرعون انت رجل وثني، كيف ربنا كشف لك الكلام ده، لكن يوسف قال قد اخبر الله فرعون بما هو صانع. جميل. قد اخبر الله فرعون بما هو صانع. وده اللي قاله من الاول لما اتقابل مع الناس رئيس السقاه ورئيس خمسة، قال لهم اليست التعابير لله، قولوا لي ايه اللي حصل. يعني معناها ان يوسف مش كان مفسر احلام، لا، لكن في يوسف كان بيتكلم بروح ربنا اللي فيه، واخذ الحلم الاحلام على انها دي رساله من الله حتى لو كانت لانسان وثني. الم يقل الكتاب ان حرق روح الله روح قورش تمام، وقورش ده كان ملك فارسي وثني، ربنا حركه وخلاه يروح يبني الهيكل اللي في اورشليم. طب هو قورش ماله مال هيكل اورشليم؟ ده هيكل اورشليم، ده هيكل الرب. وقورش ده ملك بلاد فارس ومادي، بلاد ما بين النهرين، كان بيحكم ايران والعراق، وكانت في ذاك الوقت كل البلاد دي وثنيه تمام. لكن ايه اللي خلى روح ربنا؟ روح الله بيتعامل مع الكل، بيحاول لصالح الإنسان تمام. يعني ربنا بعت هذه الرسالة على فم فرعون مش بس لصالح يوسف، هو الله يهمه يوسف اللي في السجن والمظلوم، لكن يهمه أيضا جميع الناس اللي عايشين على الأرض تمام. اللي هم يمكن يوسف مش في إيده في ذاك الوقت إن هو يقودهم تمام، لكن فرعون كان ملك على مصر وفي ايده تنفيذ هذا الامر، فالله استخدم الاثنين
استخدم ابنه يوسف اللي كان مع الله وماشي مع الله وبيخاف الله وبينفذ وصايا الله، واستخدم فرعون الرجل الوثني لتنفيذ برضه مقاصد الله. عشان كده ما نزعلش النهارده، ممكن يكون داعش بينفذ مقاصد الله بيوصل الايمان. مين كان يعرف ايمان الشهداء بتوع ليبيا الا لما نشرهم داعش؟ مين كان يعرف ايمان ولادنا الاطفال الا لما نشرهم داعش؟ واثقين في ايمانهم بالظبط. فربنا بيستخدم الجميع، فاستخدم يوسف لتفسير هذا الحلم، لكن هو اللي ادى الحلم لفرعون، لان فرعون رئيس السقاة نسي يوسف بعد ما قال له طب تطلع ما تنسانيش وتخرجني من السجن، نسي ونسي سنتين، وربنا يقول له اديك اللي وصيته نسيك، لكن انا بجد انا مش ممكن انساك، وانا اخلي فرعون نفسه هو اللي بعت يجيبك مش رئيس السقاة. فراح بعت الحلم ده لفرعون، حلمين، وقام فرعون مزعوج. وربنا اللي أسكت زي ما قلت دلوقتي، اللي أسكت المنجمين والحكماء ما قدروش يفسروا، يعني ما كانوا ممكن يفسروا بالكيد، وهم طول عمرهم بيتكلموا كده يعني معروف مش عاوزين بيفسروا بالكذب، فكانوا يقدروا يفسروا حتى لو بالكذب، لكن يسكتوا خالص بالمرة دي حاجة مش إيه مش طبيعية. ولكن ده كان لأن كان الأمر مقرر من قبل الله، وده اللي قاله يوسف لفرعون في نهاية ما فسر له الحلم، لما قال له السبع البقرات السمان دول سبع سنين شبع، والسبع بقرات الضعاف اللي يجوا بعديهم دول سبع سنين جوع، بس هياكلوا الشبع كل اللي اتجمع في الشبع هيروح في الجوع. عشان كده قال يوسف وأما عن تكرار الحلم على فرعون مرتين فلأن الأمر مقرر من قبل الله والله مسرع ليصنع. يعني ده حاجة من ربنا وربنا هيعملها. يا رب بتكشف للرجل الوثني؟ هكشف للجميع، انا بستخدم الكل، ربنا بيستخدم الجميع، بس على الانسان ان هو يصغي يسمع لصوت ربنا. فوقف فرعون وجاب قدامه يوسف وقال طب نعمل ايه؟ الحد ايه بقى في الازمه اللي جايه دي؟ غريبه ان فرعون طب عرف تفسير الحلم، كان قال يوسف خلاص ايه؟ خلاص دورك انتهى، شكرا على كده، متشكرين انت فسرت الحلم واحنا علينا التصرف. لكن فرعون تكلم كلام غير كده خالص، قعد يستشير يوسف، حس ان في نعمه في مهابه في الشخص اللي بيتكلم ده، مش شخص منجم عادي او مفسر حلم عادي، ده لا ده شاف فيه روح ربنا بالزبط. روح الله، هو ده الاختلاف بقى بالظبط. روح الله، روح الله. فقعد يوسف بقت يشرح له ايه اللي يعمله. فالان لينظر فرعون رجلا بصيرا وحكيما ويجعله على ارض مصر. يفعل فرعون فيوكل نظارا على الارض وياخذ خمس غله ارض مصر في سبع سنين الشبع، فيجمعون جميع طعام هذه السنين الجيده القادمه ويخزنون قمحا تحت يد فرعون طعاما في المدن ويحفظونه، فيكون الطعام ذخيرا للارض لسبع سنين الجوع التي تكون في أرض مصر، فلا تنقرض الأرض بالجوع. يعني برضو يوسف بيقول الطريقة اللي هي مش بس قال تفسير الحلم وخلاص، لا العلاج إيه المطلوب يتعمل حل الأزمة. وبعدين فرعون سمع الكلام كده، طبعا الكلام مش بتاع يوسف ده، الله اللي بيتكلم على فم يوسف، بيتكلم على فم أحبائه. فحسن الكلام في عيني فرعون وفي عيون جميع عبيده، فقال فرعون لعبيده هل نجد مثل هذا رجلا فيه روح الله؟ دي أهم حاجة، أن يوسف ده كان مليان من روح الله، رجل فيه روح الله بشهادة مش الأحباء والأصدقاء، لا بشهادة الآخرين اللي عكسه، مش شهادة أهله إيمانه، لا ده شهادة المختلفين معه في الإيمان. تمام. فرعون كان مختلف مع يوسف في الإيمان. صح. يوسف بيعبد الله، أما فرعون ما عرفش الله، رجل وثني. ده هو كان إلها لشعبه. تمام. إلها لشعبه. فإن فرعون حتى فرعون ياس يعرف الله عن طريق يوسف. ويقول إنسان، ليه؟ لأن يوسف لما اتكلم مع فرعون ما قالوش ده حلمك. قال له ده الحلم ده
الله قد أخبر به فرعون. ده لحد أنت ما حلمتش، ده ربنا بعت لك رسالة. طب ربنا مين اللي أنا ما أعرفوش؟ قال له بقت الإله اللي أنا بعبده هو اللي عرفك رسالة وتفسير الحلم وتعمل إيه عشان تقدر تدبر هذه الأمور. فقال فرعون ليوسف بعدما أعلمك الله كل هذا ليس بصير وحكيم مثلك، مفيش حد زيك، أنت تكون على بيتي وعلى فمك يقبل جميع شعبي، يقبل جميع شعبي، إلا أن الكرسي أكون فيه أعظم منك، بس التاج الملك بس. ثم خلع فرعون ليوسف، قال فرعون ليوسف انظر قد جعلتك على كل أرض مصر. وخلع فرعون خاتمه وضعه في جعله في يد يوسف، وألبسه ثياب بوص، ووضع طوق ذهب واركبه على مركبته الثانية ونادوا أمامه اركعه، يعني صار يوسف إلها. طبعا ده بيورينا أن فرعون كان وثن، فكان الناس بتعبده، هتركع له ليه يعني؟ لكن يوسف عرفه أن مش الناس تركع لي أنا، مش الناس تعبدك أنت، تعبد الله الذي أعطاك هذا الحلم لخلاص ناس. فعشان كده شاف محدش زيه، محدش كل واحد طبعا لو فسر حلم زي كده الفرعون هينبسط ان 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 هو اللي فسره وياخد المكافأة، لكن يوسف لا، كان هدفه إظهار عمل إلهه حتى مع فرعون. وإحنا هذا هو هدفنا، ان احنا نظهر إلهنا حتى للمختلفين معنا في الإيمان، ان الله بيحب الجميع، الله هكذا احب الله جميع العالم، فالله بيحب الناس حتى فرعون، حتى فرعون مستعد ان يعلن ذاته لكل انسان اللي ما يعرفوش قبل اللي يعرفه، لان اللي بيعرفه هو معاه ماشي طبيعي مع ربنا. ف ده اللي خلى يوسف في نظر فرعون انسان مملوء من روح الله. عشان كده حتى فرعون لما سمع كلمه انك فيك روح الله راح غير له اسم، ودعا فرعون اسم يوسف صفنات فعليه، غير له اسمه انسان مملوء من روح الله، انسان شهد له الاخر انه انسان مع ربنا. وبعدين اعطاه زوجه، طبعا هو ما كانش يهمه هذا الكلام، لكن يهمه انه يخبر عن إلهه. هذه كان هدف يوسف، لأن عاش بيحب، لأنه لو بيحب إلهه عاش وصايا إلهه حتى وهو في بيت فوتيفار. ميرسي جدا يا استاذ هنا، تعيش وتعلمنا. دكتور جوزيف بقى عرفنا بقى ان حصل مجاعة وفي سنين شبع، وبعدها جم سنين مجاعة، فأكيد يعقوب بقى أبو يوسف أكيد أسرة عندهم المجاعة، فأكيد هيقول لأولاده انزلوا مصر. طب ما كانش فيه في مصر البلد الوحيدة اللي كان فيها قمح او مخزنين من السنين الشبع اللي كان في مصر. فعايزين نعرف اللقاء بقى بين يوسف واخواته، يعني اللقاء ده اكيد بعد سنين والمؤامرات، وازاي يوسف هيتصرف مع اخواته في الموقف ده. في البداية احب اقول ان اخوة يوسف باعوا يوسف عبدا لكي لا يسجدوا له، باعوا يوسف عبدا لكي لا يسجدوا له، ولما قبلوه الله جعله سيدا، هيروح لحد عنده بدل معاملة خلاه سيدا، وذهبوا وسجدوا له لانهم باعوه. يمكن لو ما كانوش باعوه ما كانوش اتحققت احلام يوسف بالظبط، لكن لما باعوه عبد صار سيدا، الله جعله سيدا، فخلاهم سجدوا له لانهم هم ايه باعوه، هم باعوه قالوا هم مش متوقعين ابدا ان هم في يوم من الايام تاني يتخلصوا منه، يعني خلاص الموضوع انتهى مش هيشوفوه تاني ومش هيعرفوا عنه حاجه، فخلاص الشخص اللي كان مضايقهم هم اكيد كانوا عارفين ان هو وصل مصر، لان هم لما باعوه للقافله بتاعه الاسماعيليين او المدينيين نازلين على مصر، فطبيعي هيكون في مصر بس بايعينه عبد، فمش معقوله وصل بقى ايه بقى سيد او ملك سيد او مسؤول عن مستحيل الحاجه اللي هم عايزاها. لكن الله اعطى يوسف حكمه لكي يقود اخوته الى التوبه، لان الله يريد ان جميع الناس يخلصون والى معرفه الحق يقبلون. الله مش ارادته
ولا مشيئته لا يصر بموت الخاطئ مثل ما يرجع ويحيى الداعي الكل الى الخلاص لاجل الموعد بالخيرات المنتظره. هو داعي الكل لكده. فهم يمكن خطاياهم اعمت عيونهم فما كانوش ما فكروش ان هم يتوبوا عنها، لكن الله قاد يوسف بحكمه عشان يقود اخواته للتوبه مش عشان ينتقم منهم. ما عندناش في المسيحيه خالص انتقام، ده الكتاب بيقول لا تفرح بسقوط عدوك. فاحنا ما عندناش الكلام ده، ما عندناش ان هو صراع. طيب لكي نلمس يد الله في حياه اولاده نرى ايه؟ نمره واحد، سمح الله ليوسف ان يمر بهذه الظروف، كل الظروف اللي مر بها يوسف دي كلها، فتتحقق زي ما قال ابونا مقاصد الله. وقصد الله هو ايه؟ مش انقاذ حياه يوسف بس من السجن ويطلعه قدام فرعون، لا، ده انقاذ كمان حياه اخواته وانقاذ العالم في ذلك الوقت، في ذلك الزمن، انقاذ حياه كثيرين، لان الله يريد ايه؟ الجميع. نمره اتنين، سمح الله بحدوث مجاعه زي ما حضرتك قلتي. فلما راى يعقوب انه يوجد قمح في مصر، اصحاح 42، قال يعقوب لبنيه لماذا تنظرون بعضكم لبعض، انتوا قاعدين محتارين ليه؟ وقال اني قد سمعت انه يوجد قمح في مصر، انزلوا الى هناك واشتروا لنا من هناك لنحيا. هي الكلمه دي، الله لا يصر بموت الخاطئ بل بان يرجع اليه ويحيا. فسمح الله بحدوث مجاعه ليحطم عش اولاد يعقوب الهادئ. هما كانوا عايشين في حياة هدوء، بياكلوا ويشربوا، خلصوا خلاص من يوسف، أو بنيامين ولد صغير مش مشكلة، خلاص هما كبروا، فخلاص يوسف بتاع الأحلام ده انتهى خلاص، فخلاص. لكن النسر عشان يعلم ولاده الطيران بيعمل إيه؟ بيمسك ابنه ببقه بمنقاره، ياخده وياخده من العش بتاعه كده، يلقطه ويجري بيه لأعلى ارتفاع ويسيبه. ويسيبوا النسر الصغير الفرخ بيسموه، يبقى هيقع خلاص، يجي النسر من تحته يروح ايه؟ رفعه تاني على جناحاته، ويروح حطه تاني على بقه، ويعمل نفس الشيء، يسيبه وينزل ويفضل كده لغايه ما يبدا النسر الصغير ايه؟ يتعلم انه يطير. الله يريد ان الانسان ينضج في حياته. فنفس الشيء هو يريد ان مش بس خلاص يوسف، لكن يريد خلاص كمان مين؟ اخوات يوسف. فعشان كده كان بيحرك العش الهادئ بتاعهم عشان يلجأوا، يبدأوا يحسوا بالضيق، فيشعروا بالضيق اللي زمان عملوه في اخوهم ولما استرحمهم ولم يسمعوا له، لكي يقودهم رجوعا اليه. استخدم الله يوسف ليقودهم في ذلك بسبع اشياء عملوا، سبع كلمات. انا اقول الكلمه والمقابل ليها بتاع اللي هو حصل. نمره واحد، في آية سبعة، في آية سبعة، ولما نظر يوسف إخوته، أنا هقف عند الكلمة دي، نظر إخوته. في أصحاح 37 يقول الكتاب إيه؟ آية 18، فلما أبصروه من بعيد، خد الدقة بتاع الكتاب المقدس، الكلمات المقابل بتاعه، نظر هو إخوته فعرفهم، وهم لما نظروا إليه من بعيد قالوا هو ذا صاحب الأحلام. طيب نمرة اتنين، عرفهم. فلما نظر يوسف إخوته عرفهم، في آية آية 19 أصحاح 37، فقال بعضهم لبعض هو ذا صاحب الأحلام قادم. هم عرفوه لما هو جاي من بعيد، هو نفس الشيء عرفهم لما شافهم. دي تاني حاجة. نمرة ثلاثة، عملي تنكر وتكلم معهم بجفاء. الكتاب قال كده، فتنكر لهم وتكلم معهم بجفاء وقال لهم من أين جئتم. هم عملوا إيه؟ احتالوا إليه ليميتوه، يعني برضو تنكروا ليه، ده أخوهم المفروض ما يعملوش معاه كده. هم احتالوا على مين؟ على أخوهم. وده طبعا مش موجود، ما فيش الحيلة والكلام ده كله، ده مش بتاعنا، ده بتاع أهل العالم، دي الحكمة بتاعت العالم. ما فيش عندنا احنا الحيلة والبتاع، احنا عندنا إله، زي ما ابونا قال انه كان قال لفرعون الله يجيب
بسلامة فرعون. الله هو اللي شايف، هو اللي يرى، هو اللي يكشف الأعماق والأسرار. طيب نمرة أربعة، قال لهم إيه؟ من أين جئتم؟ فقالوا من أرض كنعان لنشتري طعاما. وعرف يوسف إخوته وأمهم فلم يعرفوه، فتذكر يوسف الأحلام التي حلم عنهم وقال إيه؟ وقال لهم جواسيس أنتم. يعني لقب صعب جدا، أنتوا جايين تتجسسوا، أنتوا جواسيس. هو بيفكرهم، خدي بالك من الترتيب ده، ربنا بيقود يوسف ان يفكر اخواته بنفس الخطوات اللي هم عملوها فيه. عرفوه من بعيد، نظروا ابصروه من بعيد، عرفوه ان هو صاحب الاحلام، احتالوا ليميتوه. نمرة أربعة، اتى يوسف بنميمتهم الى ابوهم. ما هم اكيد قالوا اه بس ده جاي عشان يعمل ايه؟ يسمع احنا بنقول ايه ويعمل زي كل المرات السابقة، يروح يقول لابونا. مش قصدي يا ابونا، قصدي ابوهم يعقوب. تمام، فقال بدل ما يروح يقول لا، اتى بنميمة فقال لهم نفس الكلام، انتوا زمان قلتوا عليا ان انا جاسوس لحساب يعقوب ابويا وابوكم، انتم جواسيس جيتوا هنا عشان تتجسسوا الارض. ده بيفكرهم واحدة واحدة، بيقودهم رجوعا ان هم يحسوا بالهم. خمسة، قال لهم ايه؟ بهذا تمتحنون، في آية في آية 15، بهذا تمتحنون وحياة فرعون لا تخرجون من هنا إلا بمجيء أخيكم الصغير إلى هنا. نفس الشيء اللي هم عملوا فيه، هم تركوه فين؟ في الجب، عشاء فضل مرمي في الجب وهو عمال يصرخ ليهم يصرخ ليهم، لم يفرجوا عنه من الجب ولم يرفعوا من الجب إلا ما جت قافلة الإسماعيليين. فهو قال لهم نفس الشيء، أنا هسيبكم في الجب بس أنا مش هدخلكم الجب، أنا هدخلكم السجن، مفيش جب هنا، هحطكم في السجن لغاية ما يجي مين؟ بنيامين. أنتوا حطتوني في السجن لغاية ما جم الإسماعيليين، وأنا هحطكم في سجن لغاية ما يجي بنيامين. ستة، أسف، الحبس زي ما هم حبسوه في البير، احنا قلناها دي نمرة ستة. نمرة سبعة، الاعتراف بالذنب والخطية. اعترفوا، والإحساس بضيقه، بضيقة يوسف لما استرحمهم وهو موجود في الجب. في آية كام؟ آية 21، فقال بعضهم لبعض حقا إننا مذنبون. ابتدوا يفتكروا بقى، الستة الأولانيين دول فكروهم واحدة واحدة. في حكمة بيعطيها الله للإنسان الذي يقود الناس إلى التوبة، زي ما قلت سابونا قال، ما قالش الفرعون أنت إزاي، أنت كافر ولا أنت زي ما البعض بيقولوا يعني كفر بتاع، احنا ما ندرش الكلام ده، ما فيش كلمة كافر دي في الكتاب المقدس نهائي. فما قالوش إزاي أنت رجل وثني والله يعني ليك، نفس الأسلوب استعمله معه اخواته، ما قالهمش انتم اخطأتم الي وعملتم، خلاهم هم بنفسهم يشعروا بذنبهم. فقال بعضهم لبعض حقا اننا مذنبون الى اخينا الذي رأينا ضيقت نفسه لما استرحمنا ولم نسمع، لذلك جاءت علينا هذه الضيقة. هم لم يسمعوا له وهو برضو عمل ايه؟ لم يسمع لهم وحطهم برضو في السجن. هما كانوا فاهمين ان هو مش هو كان بيتكلم معاهم من خلال مترجم ترجمان، اكيد ما يكلمهمش باللغه بتاعتهم عشان ما يعرفوش، ما فاكرينه بقى مصري ما عرفش اللغه، اكيد لان هو سنه في الوقت ده يعني تقريبا 39-40 سنة، وهم كانوا رموه في البير كان سنه 17 سنة، فالشكل اتغير والمنظر اتغير واللبس كمان والهيئه ده تاني يعتبر تاني رجل في يوسف اللي هم رموه في البير، نزعوا عنه القميص الملون ورموه بهبل وبعبل زي ما هو في البتاع، يعني مش متخيل بقى لابس طوق ذهب ابونا سابونا ارى اللي عمله معاه فرعون، ولابس الخاتم بتاع فرعون، ولابس الزي بتاع الملك المصري، مش معقوله ممكن يتخيل معقوله هو ده يوسف؟ لا طبعا مستحيل. فواقف وسطهم ترجمان، ومن رقه يوسف تحول عنهم وبكى. رقه المحبه الالهيه،
اللي زي ما بيقول عنها الكتاب حولي عني عينيك فإنهما غلبتاني. طب انت بتحول عينيك وتبكي من دول؟ ده انت دلوقتي في ايدك سلطان وفي ايدك قوة. انت دلوقتي غضبك انتقم من اللي عملوه فيك كل السنين اللي فاتت. لا، المحبة لا تعرف الانتقام، المحبة لا تنتقم. أيها الأحباء لا تنتقموا لأنفسكم، الكتاب بيقول كده. نمرة 8، أكرمهم ورد لهم فضتهم وأعطاهم زادا للطريق. ودي غريبة جدا. ثم أمر يوسف أن تملأ أوعيتهم قمحا وترد فضة كل واحد إلى عدله. عدله اللي هو البتاع اللي بيحطوه على الشوال كده. بس الشوال ده ليه وضع معين، بتحط على الحمار مغزى. الحمار بيبقى كده وهو الشوال ده بيبقى جزء منه نازل ناحية دي وجزء نازل ناحية دي، اللي هو بيسموه خرج. الخرج ده تمام. فحط لهم كل حاجة، فحملوا قمحهم على حميرهم ومضوا من هناك. فلما فتح، طب هو أكرمه، ضيق يوسف عليهم الخناق لكي لا لكي ينتقم منهم، بل ليقودهم إلى التوبة بسبب حبه لهم. وتظهر محبته زي ما قلنا أنه تحول وبكى. لكن ما كان بالنسبة ليوسف إكراما لإخوته كان بالنسبة لهم هم مصدر انزعاج وقلق وحيرة وخوف واندهاش. إيه ده، واحد فيهم فتح الكيس في الطريق وهم ماشيين، الحمار عايز ياخد عليه، فالعليق اللي هو ياكل يعني، فطلعوا العلف يدوله العلف، لقى إيه الكيس بتاع الفضة بالتمن القمح موجود جوه الكيس بتاعه. فاتجنن، قال ده بس ده الراجل ده ناوينا نية ربنا يعلم بيها. فليه هم تحيروا كده؟ لأن ضمائرهم ما زالت كانت تبكتهم، ضمائرهم ما زالت بتؤنبهم على ما فعلوا بأخيهم. ازداد هذا الإحساس لديهم حينما رأوا مين؟ شمعون يقيد أمام أعينهم. يوسف قيد شمعون قدام عيونهم زي ما هم قيدوه ورموه في البير أمام عيونهم. فتذكروا منظر يوسف برضو وهو مرمي في البير. الخطوات اللي قادتهم للتوبة 3 خطوات. نمرة 1، شدة ضغط المجاعة. شدة ضغط المجاعة، الشدة والضيق يكونوا سبب ان احنا نرفع عينينا لفوق بتوبة ونرجع ليه. نمرة 2، الجفاء والتنكر اللي اتعامل بيهم يوسف معاهم. فكرنا بايه؟ بالتلاميذ لما كانوا في السفينة والموج والبحر والليل وبتاع. فيقول الكتاب فأراد يسوع أن إيه؟ أن يتجاوزهم. معقول يا رب هتتعامل معنا بجفاء كده وتتنكر لينا كده وتسيبنا هنغرق في البحر؟ لا، ده هو بيختبر إيه؟ إيمانهم، بيقودهم. تمام. نمرة 3، فرصة الخلوة مع النفس اللي هو عملها لهم. هم يقعدوا بقى يفكروا ويراجعوا نفسهم كده في السجن، يصغوا إلى صوت روح الله، يصغوا إلى نداء الله ليهم بالتوبة والرجوع. عندما نختبر عمليا مرارة المعاملة التي تصرفنا بها وتعاملنا بها نحو الآخرين، نعرف تماما حقيقة شرورنا. هو حطهم قدام نفسهم بالضبط كده. فالله يسمح بأن نعامل بنفس المعاملة لكي نرى أنفسنا على حقيقتها، عشان نشوف نفسنا على حقيقتها، فنضطر للرجوع والتوبة إلى الله. وهذه محبة، الله بين محبته لنا ونحن بعد خطاه مات المسيح لأجل. مرسي جدا يا دكتور. استأذنكم ضيوفنا نطلع فاصل. مشاهدينا فاصل قصير ونرجع نكمل تأملاتنا وحديثنا الجميل عن يوسف البار الصديق. تفضل. مشاهدينا اهلا بيكم بعد الفاصل، ولسه مكملين مع ضيوفنا ومعاكم قدس ابونا والدكتور جوزيف تاملاتنا في الشخص المحبوب المكروه المتوج يوسف البار. وكنا قبل الفاصل بنتكلم عن اللقاء الاول ليوسف مع اخواته لما اشتد الجوع في ارض كنعان ونزلوا لمصر علشان يشتروا قمح، وازاي لقاء يوسف كان معاهم. وعرفنا في اخر الفاصل قبل الفاصل ان شمعون أخذوا يوسف وحجزوا عنده
علشان يروحوا اخواته ويرجعوا. طبعا هم لسه ما عرفوش ان هو يوسف اخوهم، يرجعوا له ببنيامين عشان يتاكد ان هم مش جواسيس جايين يتجسسوا على ارض مصر. هنشوف دلوقتي مع قدسابونة المجاعه بترجع تاني. طبعا القمح اللي بياخدوه بيخلص، وبيضطر يعقوب ابوهم ان هو يبعتهم تاني. هنشوف مع قدسابونة دلوقتي اللي هيحصل واللقاء التاني ويوسف واخواته. قدسابونة عايزين نشوف بقى يعقوب لما اضطر يبعت بنيامين معاهم يقول لهم روحوا خلاص هنموت، يعني هيموتوا يا ينزلوا، فاضطر يبعت بنيامين. هو طبعا مش بس اضطر يبعت بنيامين معاهم عشان خاطر يجيبوا جمح لما جاعوا، لا ده كمان عشان شمعون محجوز هناك بالظبط. ويعقوب كان يحب جميع اولاده اكيد، يعني ما فيش اب بيهون عليه اولاده أكيد. ولكن الطلب كان غالي، كان صعب بنيامين جدا ان عايزين بنيامين. طب يوسف سبته وراح وما رجعش، تاخده كمان بنيامين يعني؟ وده اللي حصل لما رجعوا معهم بنيامين، استقبلهم يوسف وعمل ايه لما شاف بنيامين والحن وبكي، بس مش عايز يبكي قدامهم، فطلب مكان يبكي فيه عشان ما يعرفوش. هو ما كانش عايز حد يعرف، الا لما يعرف هما قلوبهم اتغيرت ولا لا ولا لسه، هل فعلا التوبه غيرتهم وخلتهم يشعروا بمراره اللي عملوه في اخوهم، ولا هم يشربون الاسم كالماء في ناس تعمل العمله وتقتل القتيل وتمشي في جنازته. طب بص تلاقيه بيعزي وهو قتلهم، يا عم طب ما انت نسيت اللي عملته، مش حاسين باللي هم عملوه. فده اللي بيحصل دايما في البشر. فيوسف عايز يختبر هذه الروح فيهم، هل هم فعلا تابوا فعلا؟ هل هم وليه كان يوسف كان بيضغط عليهم زي ما قال الدكتور؟ كان بيضغط عليهم ليه؟ عايزهم يحسوا بالندم، عايز يعرف هم تابوا فعلا. لما انت تخش في ضيقه تحس بالمتضايقين، لما تبقى في شده تحس بالمحتاجين. والمسيح نفسه بيقول كنت جوعانا فاطعمتموني، كنت عطشانا فسقيتموني، كنت عريانا فكسوتموني. قالوا لهم متى رايناكم؟ قال لهم ما لم تفعلوا باحد اخوتي هؤلاء الاصغر. فبي لم تفعلوا، ربنا مرات يسمح لنا بالتجارب بالضيقات عشان نحس بالمتضايقين، نحس بالمجربين. لذلك السيد المسيح يقول عنه فيما هو قد تألم مجربا قادر أن يعين المجربين. فيوسف حب يختبر إخواته، خصوصا لما جم بقت حتى محبتهم لبنيامين، هل هيعملوا في بنيامين زي ما عملوا في يوسف؟ عشان كده وصى بعد ما طبعا عمل لهم وليمة وضيفهم ضيافة كويسة، وبعدين جلس وحديه عشان ما عرفوش برضو انه هو اخوهم، مش ده الوقت المناسب. طبعا ما كانش قساوة قلب من يوسف، لا يوسف حنين جدا، لذلك لما شاف اخوه بكي بس مش قادر يحضنه، فراح طلب مكان بعيد يبكي فيه عشان حتى المصريين ما عرفوش، غير لما بعد ما يتأكد يوسف من انهم فعلا اخواته رجعوا تائبين. وده اللي يهم يوسف، ساعتها كان حيعلن لهم نفسه، وفي الوقت المناسب فعلا اعلن يوسف لاخواته عن نفسه. لكن في وجود بنيامين عمل ايه؟ حط لهم وقام يشيل من اللي قدامه، عمل لهم وليمه وقعدهم وليمة كمان يكتبونا بالترتيب كمان. فين الوليمه؟ في بيت من بيوت فرعون، يعني في عند الملوك، مش ما كان يوسف ثاني واحد، كان ممكن اكلوا في مكان بعيد يعني، مش شرط مع العمال مع الشغالين، لكن لا عملوا هم جلسوا بالترتيب. وبعدين بعد ما اكلوا وهو بيقدم لهم من اللي قدامه، بعدين قال للراجل اللي مسؤول حط الكاس بتاعي في العدل في الكيس بتاع بنيامين، عشان يشوف هل هم بالنسبه لهم بنيامين عزيز عليهم ولا زي يوسف مش مهم اخو رجل الاحلام. بالظبط، هنخلص منه هو كمان. فراح حطوا بعدين الطاس بتاع يوسف اللي بيشرب بيه، وقال لهم انا راجل بتفائل، مع ان هو ما يعرفش التفاؤل والتشاؤم، رجل الله يوسف لا يعرف التفاؤل والتشاؤم، لكن ده يعاملهم بنفس اسلوب المصريين عشان يقدر يكشف عن نواه. وبعدين بعت لهم رجالته، راحوا قالوا لهم ان الراجل ده اكرمكم، لماذا تسيئون اليه؟
لقيت السراج والكاس بتاعه والراجل ده بيتفائل بيه. قال احنا مستحيل ما حدش فينا يقدر يعمل الكلام ده، احنا ناس امنا وناس نعرف ربنا وناس تخاف. قال لهم لا انتوا سددتوا، خلينا نفتش. فقعدوا كل واحد يقول اتفضل، فتحوا كل واحد عدوا ما فيش حاجه يعني متاكدين. تفاجئوا بان الطاس بتاع يوسف في كيس بنيامين، وبدا كل واحد يقول له خدني انا وسيبه خد. ودي هنا بقت ظهرت امامه وسابوا كل حاجه ورجعوا ليوسف، لان قدام القائد بتاع الجيش بتاعه قالوا احنا ما نعملش كده، احنا نرجع للراجل المسؤول، احنا مش ممكن نجازي الخير بالشر. ما انتوا زمان جازيتوا الخير بالشر. بس هو ده، هل تبتم؟ انا زمان عملت ما لا يعمل، بس مش مهم ده، المهم ان انا ارجع واتوب. هو يوسف كان بيدور على اللي عملوه زمان؟ لا، ما هو كان ننسي لهم كل حاجه. وقال لهم كده في الاخر لستم انتم الذين ارسلتموني الى هنا، انت ما تعرفونش انا رايح فين اصلا، لكن الله الذي ارسل. انتم اردتوا بي شرا، نعم، ولكن الله حول الشر الى خير. فما تفكروش، ومش عايز يحملهم ذنب، ده طبيعه يوسف الطيب الحنون، لكن كان لازم يختبر هل هم فعلا تابوا. فلما رجعوا كلهم وكل واحد يقول له خدني انا، قال لهم لا، اللي كان في ايده الكاس هو اللي يسرع، هو اللي يتسجن. بالظبط، هو اللي هيفضل هنا. قال بص، ده ابونا لو عرف كده هيموت، وان احنا ما نقبلش. بدأوا يحسوا حزن ابوه قد ايه كان على يوسف لما فقد. طبعا ما الانسان ما بيحسش الحقد اللي جوه الانسان، ما تحسسهوش المراره اللي عملها واللي سببها. لكن لما يبقى عنده اولاد يحس. بالظبط، مرات كتير الابن ما يحسش بمراره ابوه الا لما يصير اب. بالظبط، ويبقى حاقد وقاسي على ابوه. وده السبب اللي هم كانوا قصاة، حتى مش بس مع يوسف، قصاة مع ابوهم اللي سببوا له مراره كبيره. لكن لما صاروا هم عندهم اولاد، وكل واحد، وده لما جم ياخدوا بنيامين معاهم، قال روبين لابوه ايه؟ خد ابني مكانه، ما رجعتش انت اعمل بايد اللي انت عايزه. ليه؟ لان حس بالابوه. فراحوا بقت كل واحد ليوسف يتوسل له، وقالوا له شوف، قلنا لسيدي لنا اب شيخ وابن شيخوخه صغير، مات اخوه. يعني بنيامين ده ابن شيخوخه ابوه، بس اخوه ايه؟ مات، وبقى هو وحده لامه وابوه يحب. فقلت لعبيدك انزلوا به الي فاجعل نظري عليه. فقلنا لسيدي لا يقدر الغلام ان يترك اباه، وان ترك اباه يموت، ابوه يموت يعني. فدينا احنا جبناه، ودلوقتي لو رجعنا من غيره احنا ما نقدرش نشوف هيرجع منظر ابي وهو بيموت. فده انت خلينا احنا كلنا بقت عبيد هنا، احنا مش هنرجع، يعني نرجع كلنا يا مريم، مش هنرجع. سيبه هو يرجع وخلينا احنا كلنا نصير عبيد. بس المهم ان ايه؟ بنيامين يرجع. دي كانت نتيجه التوبه، دي كانت احساسهم ان هم غلطوا، دي كانت نتيجه التوبه. وهذا ما كان يريده يوسف، مش معاقبتهم ابدا. ما كانش حط لهم من اللي قدامه وقدم لهم زياده فوق اللي قدامهم، لان بيحبهم كلهم. نعم، بيحب بنيامين اكتر لانه حرم منه سنين، اخوه الشقيق اللي حرم منه سنين. وكان يظن يوسف ان زي ما اتعمل فيه كده كان خايف على يكون بنيامين اتعمل فيه اكتر من كده. عشان كده طلب بنيامين ليه؟ عشان يتاكد ان بنيامين ده عايش، ولا انتوا عملتوا في بنيامين حاجه هو كمان زي ما عملتم في يوسف. وده حنية يوسف، أكيد. مش بس لبنيامين، للكل، لكل اخواته. بالظبط، وهدف يوسف ان يقود اخواته الى التوبه، ودي اساس النجاح. اذا ان لم تتوب فجميعكم كذلك تهلكون. عدم التوبه يؤدي للهلاك، لكن التوبه تؤدي للحياه. تعيش وتصبر وتعيش وتعلمنا. دكتور جوزيف، احنا وقتنا بيجري، فعايزين حضرتك تختم لنا بقى بكلمه نقولها كده في الخطة اللي عملها يوسف والتدبير الجهنمي اللي عمله
علشان يخليهم يرجعوا تاني. تدبير سماوي. تدبير سماوي عشان يرجعهم ويتوب زي ما صابونا قال. انا اقول لحضرتك هو تمام الحصار كان دافعه الحب وان هم يتوبوا كمان زي ما قلت صابونا، وكمان التنقيه ينقيهم. قديس امبروسيوس قال على الموضوع ده ايه؟ انه بخطه محكمه لسرقه مزعومه ادعى على اخيه سلب شيء من خصوصياته لكي ما يمسك به رهينه لحبه، رهينه لحبه. وشبهها القديس امبروسيوس بايه؟ بما صنعه الرب يسوع المسيح مع بولس في الطريق، امسك به وجعله رهينه لحبه، رهينه حبه، عشان يعمل ايه؟ قال هذا اناء مختار لي ليحمل اسمي امام كثيرين، عشان يجعله اناء مختار للكرازه للامم. تمام. فهو بيشبهها القديس امبروسيوس بنفس التشبيه. يوسف مازال ينخص بحكمه فين؟ ضمائر اخوته لكي يتنقوا، زي ما قلت سابونا قال هو عايز ينقيهم من شر الدافع. تمام. عشان يحثهم على محبه اخيهم. يعني انتوا زمان زي ما ابونا قال ان انتوا زمان اللي عملتوه في ايه؟ عملتوه في اليمين ولا ايه؟ اخبار باليمين بالظبط، كان عايز يطمن عليه. فهو عايز يشوف ان مفيش غيره، مفيش حسد، مفيش حقد، خلاص في قلوبهم انتهى تماما. الهدف النهائي هو لكي يقودهم الى معرفته هو والى دعوه ابيهم للمجيء الى مصر عشان يكونوا تحت رعايته، عشان يتمتعوا بالخير اللي هو متمتع فيه، لان المحبه لا تطلب ما لنفسها بل تطلب ما هو ايه للاخرين. ايضا القديس يوحنا ذهبي الفم يقول انظروا كيف عاد الى ذهنهم ذكر مؤامرتهم ضد اخيهم. احنا في القداس نصلي ويقول ابونا ايه؟ ومن تذكار الشر الملبس الموت. لا، ده هو مش بيذكرهم بالشر اللي لبسهم الموت، لكن بيذكرهم بالشر اللي يقودهم الى التوبه. في فرق بين ابليس لما يذكرني بالشر عشان يئسني فيوقعني في حفرة الموت، وفرق بين روح الله لما يقودني ويذكرني بالشر حتى أتوب وأرجع إلى الله بدافع الحب. وهو ذا يقدمون الآن برهانا ساميا على حنانهم، ده كلام القديس يوحنا ذهبي الفم، نحو بنيامين، حتى إنهم مستعدون أن يقاسموا عبوديته وقيوده. زي ما قلت زبونا قال كانوا عمالين يتعزموا، لا كلنا نقعد معاه ما نسيبوش. ده غير الموقف اللي كان مع يوسف. بس انا هقول بقى حاجتين سريعا بقى فضل. اخر حاجه رأوبين ده قبل كده اللي قال لهم ايه؟ لا، ما تقتلوش دما بريئا، احنا نرميه في البير ونسيبه هو نصيبه. رأوبين راح لابوه قال له ايه؟ قال له ابني قدامك اعمل فيه اللي انت عايزه، لو بنيامين ما رجعلكش ان شاء الله تقتله. زي ما تسابونا قال هو حس بقى بانه ايه؟ بقى اب. يهوذا ده اللي باع يوسف، اللي باع يوسف للاسماعيليين، هو اللي اقترح، هو اللي كان بيعه للاسماعيليين، راجل تاجر وباعه ب 20 من الفضه. زي بيفكرنا بموقف يهوذا الاسخريوطي اللي باع الرب يسوع المسيح ب 30 من الفضه. يهوذا الاسخريوطي لم يتب، لكن يهوذا كان قدام الفرصه. اكيد. لكن يهوذا اخو يوسف تاب، وده بيمثل البقيه التقيه لدى شعب الله اللي هترجع لله اخيرا فيما بعد. البقيه التقيه اللي هي بقيه شعب الله، شعب بني اسرائيل هيرجعوا لله، البقيه دي. والبقيه دي كمان مقصود بها مين؟ يهوذا برجوعه برضو. نفس ما عملوا اليهود الذين كرزوا للامم، اللي كانوا هم بيكرهوا الامم وكانوا بيقولوا على نفسهم لا، ده بذلوا حياتهم من اجل الامم وماتوا بسكين الامم لكي عشان يقدروا يوصلوا لهم رسالة المسيح، رسالة المحبة. ماتوا بسكين الأمم اللي هم قبل كده كانوا بيقولوا على الأمم إنهم إيه؟ كلاب. ما يستاهلوش إن إحنا. يهوذا الذي اقترح أبو يوسف للإسماعيليين الآن يقدم نفسه عوضا عن بنيامين. المحبة التي تغير، والمحبة التي تحرر، المحبة هي التي تعطي رجاء لكل إنسان ليس له رجاء. يتصارع إخوة يوسف الآن أخيرا بكل محبة على مين يفدي أخوه، يقدمون بعضهم بعض. كلهم عايزين يفدوا أخوهم بنيامين. بنيامين محبة في شيخوخة
أبيهم أبيهم هم خايفين على أبوهم، حسوا بقى شعروا. تمام، إمتى نشعر إحنا بعمق خطايانا وذنوبنا وأثامنا اللي جرحت قلب الله، اللي جرحت الرب يسوع المسيح بطعنة في جنبه، بالحربة في جنبه، فنزل من جنبه دم وماء، الدم لكي يغسلنا وينقينا ويطهرنا، والماء لكي نعتمد بتوبة حقيقية، زي ما قال القديس أغسطينوس إن التوبة هي معمودية جديدة، فنأتي إلى الله مقرين بخطايانا تحت الصليب ونقول له اللهم ارحمني أنا الخاطئ. أنا الخاطئ. مرسي جدا يا دكتور. تسأبونا الوقت معك وبيجري بسرعة، في قدسك لازم تختم لنا الحلقة بقى بكلمة روحية زي ما قدسك عودتنا. الكلمة اللي نتعلمها من موضوع اليوم ما قاله يوسف لإخوته، أنتم قصدتم بي شرا والرب قصد بي خيرا. وده اللي دايما بيحصل بالنسبة للناس المتألمين الذين يسببون لهم الألام، يريدون شرا ولكن الله يحول الشر إلى خير، لأن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون، حتى القتل أيضا للخير، نعم، حتى نصير شهداء مع المسيح، حتى الألام نعم خير، لكي يمسح الرب كل دمعة من عين. فلو ما نزلتش دموع هنا هيمسح ربنا ايه؟ مش هيبقى في حاجة. فأكيد ربنا قادر أن يحول كل الأمور للخير للذين يحبونه. طول ما احنا بنحب ربنا، ربنا هيحول الشر إلى خير ويستخدمنا لمجد اسمه في كل مكان وفي كل زمان. تعيش وتعلمنا. مشاهدينا طبعا في نهاية الحلقة الجميلة الرائعة وتأملاتنا الجميلة مع ضيوفنا، طبعا بشكركم، بشكر كمان ضيوفنا، بشكر قدس أبونا الحبيب الأب رويس الأورشليمي راعي الطائفة القبطية الأرثوذكسية بلبنان. نورتنا جدا يا أبونا وقدسك، يعني اديتنا تأملات جميلة النهاردة. الله يخليك، شكرا لكم المشاهدين على محبتهم. تعيش وتعلمنا. بشكر كمان مشاهدينا ضيفنا الدكتور جوزيف سعد أستاذ علم اللاهوت الكرازي بالكلية القبطية الأرثوذكسية. نورتنا يا دكتور. نورك. أشكرك أنا. أشكرك أبونا. نورتنا مشاهدينا. مشاهدينا طبعا في نهايه الحلقه مفيش كلمه تتقال غير التوبه. ما اعظم رجوع الخاطي، ما اعظم دموع التوبه الحقيقيه اللي نابعه من القلب. مشاهدينا يا ريت النهارده نكون حسينا قد ايه بتوبه اخوات يوسف والالم اللي حسوه بالعملوه في اخوهم. احنا كتير بنعمل في ربنا اكتر من كده، كتير بننشغل عن ربنا بامور كتيره، نبعد عنه، ممكن نكون جوه الكنيسه مشغولين عن ربنا بحاجات تانية، تكون قلوبنا كتير بعيده. يعني اتسابونا بيصرخ ويقول اين هي قلوبكم، نصرخ احنا كمان ونقول هي عند الرب، لكن ما بتكونش عند الرب ولا حاجه، بالعكس بتبقى مشغوله بحاجات تانية كتير جدا بتبعدنا عن ربنا. مشاهدينا النهارده رساله توبه لينا كلنا وان قبلكم، احنا نرجع لله بتوبة حقيقية ونقرع على صدورنا ونقول اللهم ارحمني أنا الخاطئ. مشاهدينا خلصت حلقتنا، استنونا في حلقة جديدة وشخصيات كتابية. سلام، الرب يكون معكم. سلام.